قتل مسلحان من لجان الدفاع الوطني الموالي للنظام السوري وثلاثة من عناصر حزب الله اللبناني في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة الحضر في ريف القنيطرة. وفي شأن انفصال، قال التلفزيون الرسمي السوري إن طائرات إسرائيلية قصفت قاعدة عسكرية تابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على الحدود اللبنانية السورية، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص.